صباح الخير أو مساء الخير يا برج القوس في القراءة العاطفية. طب نبدأ ب إذا أنت طاقتك. أول حاجة ممكن تكون أنت بتراقب حد أو حد بيراقبك، يعني بس دي طاقتك عموما. ممكن تكون كمان عندك طاقتك العاطفية، بس أنت بتراقب حد برج القوس وعمال تراقبه على السوشيال ميديا، او زي ما تكون عايز تعرف عنه اخبار او تعرف عنه حاجات. ممكن يكون في حد بيراقبك، ممكن تكون كمان كنت مش عارف تتخذ قرار، في يعني عدة قرارات وانت مش عارف تتخذ انهي قرار سليم تجاه مثلا شخص معين او حاجة من هذا القبيل، يعني لان بعديها ذا شاورت ودي العجلة، التحرك الى الامام. فانت تقريبا كنت محتار في قرار، وزي ما تكون اتخذت قرار بقى وانت متجه نحو هذا القرار، يعني لان كمان عندك هنا البيج اوف وند. ولكن البيج اوف وند مع انه شخص يعني باصص لقدام كده وماسك عصايه ومتباهي ولابس كوفيه كده حلوه وبتاع، ولكنه طفولي بعض الشيء، او احيانا كتير بيبقى مش عارف هو بيعمل ايه، يعني هو واقف كده مش عارف، هو مش عارف يمشي قدام يروح ورا. يعني انت زي شوية لشخص ماشي خلاص يمشي لقدام، اوكي، او كنت محتار برضو من قرارين حاجة زي كده، ولكن انت الان متخذ قرار في انك تمشي لقدام او تروح حاجة تانية او تعمل حاجة تانية، ولكن واقف كده ما بتعملش حاجة، زي ما تكون بتراقب الطرف اللي معاك ده هيعمل ايه. مثلا ممكن تكون هددته مثلا بان انت هتسيب العلاقه وتمشي، فانت لسه منتظر بقى تشوفه هيعمل ايه، ايه القرار او ايه الشيء اللي هيتخذه. انا حاسه ان انتوا بتعاندوا بعض في مسرحيه بتحصل هنا، انا بتفرج عليها كلنا دلوقتي. طيب مشاعر ايه؟ مشاعر جميله جدا، يعني ده نايت اوف كابس، ده مقدم لك كاس حب وعلى الفارس، يعني هو جاي لك ببطء شويه، او هو عنده بطء في التعبير بالمشاعر شويه، او انه جاي بس بيتمخطر وكده، ولكن هو بيحبك، يعني مشاعره حلوه، هو بيحبك بصراحه في الاصل، هو بيحبك وحب صادق مش كاذب او حاجه. ممكن تكون كمان يكون عايز يخطبك، كمان عايز يتجوزك، بس هو تقريبا والله اعلم مخبي المشاعر دي. هقول لك ليه بقى دلوقتي مخبيها. بص، هو انزل لنا دول وهذا الشخص بيراقبك، اوكي، الورقتين دول ليك، فخلي بالك بقى، بيراقبك، بيتجسس عليك على وسائل السوشيال ميديا، هو شاكك. انا مش عارفه ليه حاسه انه شاكك، ان انت بتعرف حد عليه بالظبط، الشخص ده شاكك فيك، اوكي، شاكك فيك. لو انت بنت فهو شاكك ان انت بتتواصل مع حد غيره. ليه بقى؟ ليه الوردين دول منزلوش صدفة؟ هقول لك ليه دلوقتي. هو بيحبك، بس عشان هو شايفك ان انت شخص بتخدع او بتضرب في الظهر، هو شايفك كده، شايفك ان انت بتحب دايما تنتصر لذاتك، كمان شخص مغرور، وشايفك مغرور وشايفك امور برضه، دي حاجة غريبة جدا. متخليناش بالكارت ده تاني، انا حاسه ان هو شخص شكاك، يعني ممكن يكون هو بيحبك وكل حاجه، ولكن هو شايفك ان انت شخص شايف نفسك شويه، او ممكن تروح، شايفك ان انت ممكن تروح لحد غيره عادي جدا، عادي تمشي. انت الظاهر ان انت قطعت معاه او منفضله، ومهتم بنفسك قوي اليومين دول على فكره، مهتم بنفسك، وممكن تكون كمان بتنزل صور وحاجات بقى، فهو حاسس بان انت بص هتعمل في حركه، هو حاسس بان انت هتعمل في حركه كده، مش عارفه ليه. بص ايه اللي ترتو، لا ده مش تبع خالص، ده مش هيبقى ده لا يوضح المعنى ولا اي شيء. خلينا نسحب الورق احنا نفسنا، عشان ايه؟ عيب، عيب، انا مش قليله. انا مش قليله في البلد دي، عيب. مش بقولك خايف منك، خايف منك، شاكك فيك، خلاص بنسبه 100% قطعيا شاكك فيك، شاكك فيك قوي، يعني ده ورقتين
يوضحان المعنى ويؤكدهم، شاكك فيك جدا وخايفة، شايفك، هو مش شايفك ان انت بتخدع، بس انت عملت معاه حركة. انت ممكن تكون بالظبط عملت كده، انت طنشته وعمال بقى تنزل في صور ومهتم بحالك، لو انت ولد عمال بقى تغير في شكلك وبتلبس وبتتزوق، اهو حاطط لك كوفيه بقى، وانت بنت عمال تتزوقي وحاطه البرنيطه وحاسس بان انت هتخلع منه، هتخلع حرفيا، كلمه هتخلع دي، وتروح بقى لحد تاني. خايف منك قوي، خايف منك قوي، شاعر بان انت هتقلب عليه مره واحده، هتديله حته قلم على وشه يفوقه، هو شاكك فيك. يعني الوقفه، الوقفه دي وقفت، وقفت ناس هتعمل حاجه، شاكك فيك قوي، وخايف ان انت تسيبه مره واحده، خايف قوي ان انت تسيبه مره واحده. وبص، وباصص لك ازاي، خايف منك. على فكره يا برج القوس، انت ظاهر ان انت فعلا سبته يتكلم مع نفسه كده، انت سايب السيوف وهو شايفك ان انت مشيت. ده مش انت، ده انت اللي فين السيوف ماشي، هو باصص لك وباصص لك وبيقول لك انت هتعمل ايه، هو خايف منك قوي وبيقول لك انت هتعمل ايه، اوعى تكون هترتبط بحد تاني. الشخص ده ممكن تكون بتتعامل مع برج هوائي او مائي، سرطان برضه، سرطان عندي هنا وميزان وهوائي، اتنين هوائي هنا، فخايف منك قوي قوي. يعني حاجة في ال، يعني أول ما أشوف شخص شاكك في شخص أوي كده، هو بيتسلط عليك حاليا دلوقتي هو عمال يجمع عنك معلومات، ويشوف بقى التاني ايه ورايح فين. ممكن تكونوا قاطعين مع بعض بقالكوا فترة، ولكن انتوا مع بعض على السوشيال ميديا، لكن هو براقبك بقى. نيته ايه؟ ده نيته صعبة أوي، ده نيته يحاسبك على كل حاجة. الشخص ده غيور، غيور قوي، مش عارفه ليه حسيت كده. الكينج اوف سولدس والكوين اوف سولدس، الكينج اوف سولدس شخص اصلا بيخمم شعره، ما قلت لك هو مخمم شعره، وبيدي كلام بقى، بيدي كلام، هو رفع لك السيف وبيدي كلام بقى، ما حدش يقدر يقول ستوب. الكوين اوف سولدس هي شخص بتدي كلام، ولكن كلام مش بيوجع، ولكن كلام حق، كلام حق. هو حاسس بان انت لعبت عليه. انا خايفه يا برج الكوست تكون جيت تكحلها ومتعميها، حاجه زي كده، يعني انت جيت تخليه غير عليك عشان يرجع تاني مثلا، او يتظبط معاك في العلاقه، فقمت مثلا انت مثلا ضفتي ولاد مره واحده، نزلتي صورك مره واحده، فخايف يكون انت لعبتي عليه، بتلعبي عليه، وان انت بتكلمي ناس كتير قوي، ممكن تكوني عملتي الحركه دي. فهو عايز يعمل ايه؟ عايز يحاسبك، عايز يمسكك كده، يحاسبك كده، وفي نفس الوقت يضربك، يعني يحاسبك ويضربك. نيتي خير، نيتي خير، لان الكينج اوف سبس والله مش متفائل، مش متفائل على حته ان هو مش بيحبك، بيحبك جدا على فكره، بس هو شخص شكله عنده حب التملك. هو حاليا نسينا نعرف، هو حاليا في حياته بيتوازن على فكره، وهذا الشخص على فكره ممكن يكون بيعمل اعمال خير حاليا، ممكن يكون بيعطي او بيشتغل في حته بيساعد فيها ناس او حاجه زي كده. يعني هو حاليا متوازن يعني، ولكن مش عايزك تمشي، يعني هو شايفك ان انت مشيت، وزي ما تكون ما نهيتوش العلاقه وانت راح ترتبط. اللي يا عم استنى، انت رايح فين؟ انت هتسيبني وتمشي ولا ايه؟ نيته يعني اللي هو انا هولع فيكي، هولع فيكي، او هولع فيك، حاجه من الاتنين. زعلان منك قوي، زعلان منك قوي وبيراقبك، زعلان منك قوي وبيراقبك. الدمون هنا مع كينج اوف سوردز، لان انا وضحت كينج اوف سوردز، نيته مش باينه بصراحه، هو مش باين نيته، بس هو زعلان قوي وعايز. الكينج اوف سوردز يعني شخص عايز يعرف الحقيقة، هو شاكك فيك قوي. انا مش عارفة ليه شاكك فيك قوي كده، او شاكك فيكي، حاجة من الاتنين. عايز يعرف في ايه بيحصل من ورا ده، هو شايف ان في حاجة بتحصل من ورا ده. ما بقولك، باصص لك وبيقولك انت هتديني ظهري امتى،
عجبني كده، شعر بان انت بتعمل حاجه من ورا ظهره. هو عايز يعرف بقى ايه اللي بيحصل من ورا ظهري بالظبط. حالا قول لي حالا كنت فين، قول لي حالا كنت بتكلم مين، اديني اكونت الفيسبوك اشوف فيه. ممكن يكون هذا الشخص بيحب التملك او ما عندوش يما ارحميني في العلاقات، ما عندوش النقطه دي، يا تبقى معايا مظبوط وتحت عيني خلاص. فنيته غريبة شوية، النية بتاعته غريبة شوية. طب هو ناوي على ايه؟ ده ناوي لك نية حلوة، ناوي لك يتحاسب ويحاسب ويجيب ناس تتحاسب. الشخص ده متسلط، متسلط على الطرف اللي بيبقى معاه. طيبين، 3 4 5 6. بص بقى من الاخر فيها لا فيها. هو مش هيسيبك، مش هيسيبك، ماشي. ادي بقى دي اعتبرها بابا الكوس، مسج مسج مني كده بوصلها لك. الشخص ده مش هيسيبك. لو انت بقى عامل الحركات دي عشان تجيبه تاني فهو جاي لك، بس هيجي الاول يبطش وبعد كده يقول لك تعالى بقى. الكوين اوف وند شخصيه رئيسه عصابه، مش بس مش بالمعنى الحرفي، ما بتسيبش حاجه هي عايزاها، ذكيه جدا. هو هيعرف يرجعك تاني للعلاقه دي. انت زي ما قلت لك انت مشيت، انا عرفت، عرفت العلاقه دي، انت مشيت وسبته او فصلت معاه، يعني ما بتوش تكلموا بعض مثلا، وعمال بقى تحلو وتنزل في صور وتنزل في صور وتكلمي ده وتكلمي ده وتهزري مع ده في الكومنتات ايه ده؟ انت ليه بتتزرق؟ تعالي بقى، هو مش هيسيبك، بيحبك قوي، يلا بيحبك جدا جدا، ولكن هو ما بيحبش الطرف اللي معاه يبقى بعيد عنه او بعيد عن عينه معايا، يعني تحت طوعي، هو شخصيته كده. فلو انت او انت متضايقين من الشخصيه دي فهي مش هتتغير، هو كده او هي كده، شخصيه بتحب اللي معاها بتاعها، او بيحب البنت اللي معاها بتاعته بكل بساطه. فهو ناوي على ايه؟ لا ده ناوي ان هو، بص، مسك لك العصايه وبيقول لك تعالي لي بقى انت بتعملي ايه، تعالي بقى انت بتعملي ايه، مين ده ومين ده ومين ده، ومسحيلي بقى كل الولاد اللي عندك، اتفضلي من غير ما تتكلمي. لانه بيحبك قوي، هو اصلا مش شايف الحب غير معاك انت، خلي بالك. يعني برغم ان هو قاسي، ممكن يكون كلامه حاد في انه يعاتب وكده، ولكن هو بيحبك، بيحبك قوي كمان. طب بص بقى النصيحه بتاعتك، النصيحه بتاعتك حلوه يا عم، النصيحة بتاعتك اوعى تتحرك، خليك زي ما انت. بص يا برج القوس، الاتنين دول باصين لقدام ومتقنعرين قوي، خليك متقنعر، يعني فهموها بقى، متقنعر، متقنعر او متكبر، خليك بس متكبرش، يعني عموما احلو. لو انت بتحلو احلو زيادة. الشخص ده لو انت عايزاه يرجع لك، لو هو فعلا مش راضي يرجع او يعني بيقول مثلا عادي ترجع بعد ما ترجع، فهو مش هيرجع الا بالطريقه دي تقريبا. تقريبا والله اعلم انتوا عارفين الشخص ده بيرجع ازاي، بيرجع لما بتحلو وتنزلي صور وكده، بس هو بيحبك، بس هو تقريبا يعني بيجيله حاله كده ان هو بيقفل مره واحده. فخليك زي ما انت، اتمليكي براحتك، عيش حياتك، عيش حياتك. هذا الشخص مش هيسيبك، خلي بالك، بس عيش حياتك، ما تبصلوش. من الناس مش واخده بالك، ايه ده بعت رساله، ايه ده يعني راح انام، ردي عليه عادي براحتك، ولكن هو عايزك ومش هيسيبك، يعني بالمعنى الأدق يعني. فالنصيحة بتاعتك براحتك، وكمان النصيحة دي ممكن تروحي بطريقة تانية، لأن أنا حاسة إن المشكلة هنا مشكلة غيرة، أوكي، وممكن تكون أنتوا اتخانقتوا من الغيرة دي. فخلينا نشوف النصيحة طيب تاني. النصيحة ممكن تقول تحرري من الغيرة. ذا مون، لا مش معناها كده.
الإبرة صح، جالك الإبرة صح. اه بص يا برج القوس، خليك غامض مع هذا الشخص. هذا الشخص انا هفهمك بقى الشخص ده ايه. الشخص ده بيحب الشخصية او البنت الغامضة اللي ما تكشفش اوراقها كلها، اوكي، من الورق كده، بينجذب قوي للبنت اللي زي الصورة كده. بصوا عاملة ازاي بالظبط كده. يعني لو انتوا ماشيين دلوقتي على انكم بتنزلوا صور ومحلوين بقى ومهتمين بشغلكم كده، خليكي زي ما انت، ما تتحركيش، خليكي غامضة، ما تكشفيش مشاعرك لهذا الشخص. الشخص ده ما بيحبش كشف المشاعر، بيحب البنت اللي اقول لك على حاجة، بيحب البنت اللي واقفة في نفسها قلم. يلا من الورق كده، هذا الشخص كده بينجذب للنقطة دي، اوكي، فخبي مشاعرك، اي اعملي نفسك مش واخده بالك منه، وهو هيجي هيصمم عليكي اكتر، لا اكتر ولا اقل. ده اول مره اشوف استمتع بقراءه. فدي قراءه حلوه يعني، مش وحشه. خلينا طب نشوف عايزه اتاكد بس من النقطه. مش بقول لك يعني انا يا ربي انا مش عارفه اعمل ايه، اعمل ايه، اعمل ايه في نفسي، اعمل ايه في نفسي، مخبي مشاعره. كنت لازم افسرها، بس انا فسرتها من غير ما انزل ورقه. شفت انا شاطره ازاي؟ ده امرأة، الشخص ده مخبي مشاعره وعامل نفسه بقى مش همه، تيجي ما تجيش انا كده كده رايح. يلا خليكي زي ما انت، ما تتحركيش، فسوه فسوه. لو عملتي مانيكير في ايدك، نزلي صوره وقولي الله مانيكير جود داي، وتصبحوا على خير يا حبايبي، واعملي لايف واضحكي مع ده واضحكي. هو بيجي بالطريقه دي، هيحس بقيمتك بالطريقه دي، هو خايف منك على فكره، وعلى فكره شاعر بانك هتروحي ترتبطي، وحاسس بكده، عماله تحلوي وهترتبط، مش هيسيبك وهيجيلك، بس هيديكي كلام قوي، هيقولك انت استغفرتيني.